متابعين حلقتنا مع نيتشر ومارك بيروتي، والحلقة اليوم عن عيد الأم. يخلي لك أمك، ويخلي لك كمان مدامتك كريستيان أم ولادك، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أحلى. اليوم رح نحكي عن الشتول المرتبطة بعيد الأم، لأنه السبت رح نحكي عن البوكي. رح نجرب نقدم أفكار تكون قدر الإمكان يعني مقبول سعرها بهذا الجنون اللي عم نعيشه اليوم. صح، هي الفكرة أنه على عيد الأم إجمالاً ما في وردة بتهديها أو شتلة بتهديها إلا يعني إلا بتزبط إذا بدك، يعني مش مثل مثلاً فالنتين أو غير أيامات، يعني هينة لأنه عم تعطي أمك أو عم تعطي بتعرف على عيد الأم بيهدوا أوقات، مثلاً الأم بيهدوا الزوجة، بيهدوا الخالة، بيهدوا التيتا. سو الفكرة أنه لما أنت بس تكون عم بتجيب إذا بدك نبتة وعم تعطيها لهالأشخاص هن رح ينبسطوا أكل ميلاد. فبس أكيد في بعض النباتات يلي هن أكثر بكون عندهم معنى. هلا اللي بلش عيد الأم هو يعني في عدة بلدان عندهم إذا بدك نبتة لعيد الأم، مثلا من أكثر نباتات مع أنه بلبنان منا ترندي، اللي هي اللي إذا بدك أسست عيد الأم أنا جارفس من أمريكا وهيك، هي بالنسبة لها نقت القرنفل كزهرة لأنه أمها يلي هي عملت العيد كرمالة كانت تحب القرنفل، وهي وقتها إذا بتطلع كيف بيكتبوا هابي ماذرز داي بحطوا أبوستروف إس تيقولوا أنه لأمك. سو كل واحد لازم يجيب شو أمه بتحب، مش أنه مثلا عيد المرأة أو شيء. سو أنت هون عم تهتم بأمك، يعني هيدي وقتها شو هي بتحب وبنهديها 100%. سو هي نقت وقتها مثل ما حكينا القرنفل يلي حسب أوقات بتكون بلبنان ترندي أوقات منسية، بس انه هيدا وحده منهم. هلا مثلا بغير بلدان بيهدوا كثير الميموزا لانه بتكون مزهره بهالفتره، وهي كمان سامبول لعيد المراه يعني. هلا بس ان جنرال اذا بدك بتضل عيد الام هو بوكيات خاصه ورد وتوليب، بس ما فيك تتخيل قديش يعني الارقام مخيفه. يعني عاده مثلا فلوريست بيشتغل 9-10 مرات اكثر عيد الام من فالنتين، يعني هيدا تتكون معروفه. وإجمالا كتير في ناس بيطلبوا بوكيهات توليب الملونة ليقولوا إذا بدك يعني ممكن نحكي ثبت أكثر بالتفاصيل عنهم هيك. هلأ في ناس بحبوا يهدوا نبتة على عيد الأم لأنه بيعتبر أنه البوكيه رح يروح بعد جمعة، سو مشان هيك بفكروا يهدوا نباتات. نحن الحلقة اليوم عن بعض من هالنباتات، ما جبناهم كلهم، خاصة الأورتانسيا والجاردينيا والسيكلاما اللي هن كلهم على شمالي كرمال كمان نفسر إذا إجوا منهم شو فينا كيف فينا نهتم فيهم لبعدين. وهيدا الهدف إذا بدك من الحلقة. هلأ عادة اللي كان ينهدى كتير أوركيدز، كان ينهدى كتير أزالية، بس هول أسعارهم يعني هلا خياليه، سو مش القدر يحصل. ما في طريقه لانتاجهم ابدا، يعني الاوركيديه اذا بدك تنتجها بلبنان ما بتوفي يعني، واصلا بدك ساعتها تعمل خيام خصوصه مع اكيد بدك يعني خيام كنترول، يعني بده يكون عندك كهرباء واي سي وضوء وكل شيء، مناخ ما بيزبط بلبنان. هلا في اذا بتطلع مثلا سيكلاما اللي هون حده رح نحكي عنهم وكمان نفسر عنهم، هلا بشيل وحده بعد شوي وبنحكي عنهم ليه هن هولي. في طريقتين عم بينعملوا بلبنان، في ناس عم بيشتروا البصله من برا وهن هون بكبروها وهذا بخلي انها تكون انتاج لبناني، بس كمان في ناس عم بيستوردون، لانه بدنا نقول شغله كمان انه مساقب عيد الام هو بموسم الشتاء شوي بلبنان، يعني اللي عندهم ورد وعندهم توليب ما عندهم انتاج ما بيكونوا طلعوا. سو مشان هيك الورد والتوليب اجمالا اذا ما بدي يكون عم بقول حيلا شيء، 90% من كل البوكيات اللي رح تنهدى توليب أو ورد هي مستوردة، وخاصة توليب يعني ما في إنتاج بكفي الطلب بلبنان فيها. سو رح بلش أحكي عن السيكلاما، رح هيك نشيل واحدة منهم ناخد البيضة نخبر شوي عنها ونقول شو بيصير بهيدي النبتة. سو أول شغلة هي ليش من سامبول عيد الأم، ورقتها إذا بنطلع عليها هي دايما مثل قلب، وهيدا بتكون كأنه هيك بتعرف يعني القلب تبع الأم وهيدا السيمبول تبعها بيرجع. شو بيصير هلا السيكلاما في كتير بحبوها وفي كتير بينفقسوا بفكروا انه مش عم نعرف نهتم فيها. سو هي العنايه فيها كتير هينه، يعني لازم نعرف انه السيكلاما هلا بتعرف عندها شي 70 اسم بالعربي، في ناس بسموها دويك الجبل، في ناس بسموها بخور مريم او كوكو المي، يعني عندها اسمها ما بتخلص. اهم شيء نعرف انه هي بصله، والبصله هي كل سنه بترجع بس بدنا نعرف نهتم فيها. يعني هلا اذا حدا بيجي هيدي السيكلاما اول شغله نضلنا نسقيها من تحت تخطيص قد ما فينا لشهر شهر ونص، بدهم يروحوا الزور
وهون مش منكبها، يعني كثير مهم نعرف انه الزهور بروحها بدنا نضلنا نعتني فيها كنبته، بنضلنا نعتني فيها كنبته ونسقيها وكل شيء تكانوا حتى الوراق راحوا بيصفروا وبيقلبوا. ساعتها بتبين البصله اللي هي هون تحت. هلا اذا بدي افرجيها بدنا نجوي نجرب بلا ما نفرجيها كثير البصله تما نجوي، بس هون تحت في بصله بتكون موجوده تحت. هيدي البصله هي بدها ترجع كل سنه، سو انا بدي اعرف كيف اهتم فيها لترجع كل سنه. فشو بنعمل؟ عامل الاشياء اللي بترجع هي. يس، السيكلاما اذا بتطلع بالطبيعه مثل هلا مزبوط بلشت تفرق، يعني السؤال بين البري وبين هلا مش قصة بتفرق، هول بنسميهم سيكلاما دي فلوريستيا اللي هن اذا بدك بالاساس كانوا بصل بري بس قصلوهم ليعطوا انتاج اكثر. اذا منتبه كيف الزهره هيك قريبه واكثر بالطبيعه بتشوفهم مفرفطين لحالها مزبوط، فهي تتعطي اكثر يعني هي مقصله هيك. فالأهم نعرف أنه هي بصلة، سو بدنا نهتم فيها مثل ما نهتم بالبصل. نحن عاملين كذا حلقة عنهم بس رح أرجع أذكر التبس الأساسيات. سو البصلة كل ما تكون كبيرة وفيها غذاء كل ما السنة الجاية رح تكون فيها زهرة. سو أنا دائما بقول أنه إذا زرعناها بالأرض أو تركناها بالبون حط سماد عضوي حواليها لنغذي البصلة، وإذا فينا مرة أو مرتين بالسنة كيماوي صغير حواليها كمان لترجع. فتقريبا بدك تقول بشهر 7 أو أوقات 8 بكون راحوا كل الأوراق. سو بناخدها بنحطها على جنب، فينا نشيل البصلة من التراب نضبها ونرجع نزرعها أو نتركها ببو ونرجع نتذكر أنه تقريبا بشهر 11 وهيك إذا أكلت شوية سقعة بترجع تطلع ورق وبالربيع بترجع بتاعتي. سو ولا مرة نكب السيكلاما ولا مرة نفكر أنه إذا ورقاتها صفره معناتها ماتت ومدري شو صار لها. هي سايكل يعني السيكلاما هي نبتة مزبوط البصلة بتعيش من سنة لسنة بس الورق والزهور بدهم يروحوا من سنة لسنة. وهلأ اللي بده ينبسط فيها السيكلاما عنده بالبيت ما يرش مي على ورقاتها على زهور تما ينزع الزهور من فوق اجمالا. هيدا يعني ما بدها شيء، بينبسطوا فيها اكيد الامات على القليله على شهر شهر ونص بتضلها مزهره مثل ما هي. وبعده سعرها انه من النباتات الرخيصه يعني منا نبته غاليه. سو هيدا لاول نبته. حلوين كثير الالوان في يعني بعد كثير يعني بس ما كان فينا نحمل هيدا في اكثر من 100 لون. بيرجع رح احكي عن النباتات المزروعين بالبو هون حدك بس هيك تقول انه هول البويات هاند ميد بلبنان ومكتوب عليهم كلهم مساجات. رح ضوي على الكالونكو اللي هن هول في منا فوشيا وفي منا أورانج. هيدي النبتة من أهين النباتات تتكون مزهرة عادة وإندور. يعني في كتير أشخاص بيسألوا طب أنا شو بدي أجيب نبتة تضلها بقلب البيت ومزهرة؟ الكالونكو هن من أكثر نباتات هينين يعني وكتير هين تكترها. يعني بس رح شيل هيدي أجيبها لهون وأقول لك أنه كيف تنعمل. رح ناخد بس الشتلة بلد هو لنقول انه هيدي النبته هيك تب كثير هين. اوقات بتشوفوا انه مثلا مثل هيدي الورقه انتزعت هون مبينه كيف عم تنتزع وهيدا. سو بكفي الي تشيلها الورقه هيك مش اكثر وبعدين نشكها بس هيك بالتراب ولا اهين. بعد تقريبا شهر بيطلع لك نبته جديده. حلو. يعني هيدا نبته بتبلش اصلا على الورق بتشوف يطلع لها بيبي زيك من فوق. سو فينا نكترها. الاهم انه نعرف نسقيها. سو انا هيدا النبته بسقيها مره كل جمعتين وتخطيص. ولما تكون مش مزهره بس إيه مره بالشهر لانه هيدا من نوع الكاكتوس والسكولات يعني. سو كمان بدنا نخفف لها كثير ما بدها كثير ما بدها عنايه ولا اهين. اللي قدامي شو هي؟ هيدا كمان هي قريبه على الالوي هن سكولات كمان يعني بس ما بتزهر قد هيدا بتزهر زهره صغيره. الاهم الي انه انت لما تسقيهم هول النباتات مثل يلي حدك نتاكد انه لما تشيل الشتله من هيدا تتاكد انه بقلب البو ما يبقى ولا نقطه مي. هيدا التب الاساسي. البويات كثير كثير حلوين. يس مكتوب عليهم مساجات ما بعرف اذا انتبهت لهم. ايه شفتهم كثير حلوين. سو كلهم بينعملوا هاند ميد وهيك. رح نروح هلا على الجاردينيا. سو يلي هي هون رح جيب حد الجاردينيا ونخبر شوي عنها. سو هيك شو حلوين البويات كيف عم ببينوا. هيدي الجاردينيا هي وكثير عم كثير يجينا اتصالات عنها اذا في جاردينيا اندور. اوكي؟ هيدا النوع الجاردينيا اللي بتجي هيك مكبسه صغيره مثل ما هلا شايفها، هيدي الجاردينيا تبع الاندور، بتقدر تعيش جوا، بس لازم نعرف انه لما نقول جاردينيا اندور مش يعني بنحطها بمطرح معتم على الاخر يعني، سو هيدي بتتاقلم تعيش جوا، بتزهر جوا، بس بدنا نحطها بمطرح قد ما فينا كثير ضوء، يعني بدنا نكون قريب على الشباك، والاهم بكل الفكره دائما ما ننسى انه نفتح شباك لنقطع الهواء. الجاردينيا هي من اكثر نباتات بتنباع على عيد الام كمان بكثره وخاصه اذا يعني كانت مزهره. هلا كمان بس نرجع نذكر بالتبس يعني هيدي الجاردينيا اذا اجتنا اذا بنطلع دائما مزروعه بتورب كومبليتلي مبين هون التراب هو تورب مش بتراب احمر. سو بعدين بدنا نزرعها نعرف انه الجاردينيا بلبنان
منا نبتة للجبل، سو أكتر شيء بتجوهر على الساحل تحت ال 500 متر، أكيد إذا حطيناها أعلى بدنا نهتم فيها بطريقة تانية. الجاردينيا ما بتحب ولا شوي المي الكلسية، سو بدنا ننتبه أي مي نسقيها. بيرجع كمان أكيد إذا الجاردينيا يعني إذا ميتنا كلسية كتير بتصير تصفر ورقاتها، ومشان هيك بصير يقشطوا، سو بدنا نحط لها على القليلة مرة بالشهر أو شهرين حديد، ونحط لها على القليلة شي مرتين ثلاثة بالسنة فرتلايزر للزهور. سو هيدي كمان واحدة من النباتات يلي فينا أكيد نستعملها على عيد الأم. هلا رح نروح على الأورتاسيا يلي هي معبودة الجماهير، سو رح روح لعندها أنا وهيك نحكي عنها. يلي في منها ألوان كتير 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 100% وبتغطي مساحات كبيرة وبتضاين وبتعيش قوية. إذا حطيتها هيك مش رح شوفك، سو حطها بركي من هون. انتبه. أوكي هيك منيح بيمشي الحال. أوكي لنقول شغلتين. هلا بطلوا يلعطونا الكاميرات. طيب شو بنعمل؟ يعني هيك تخبر عنا هون، رح شيلها من الفوق ونحطها هون نحكي عنها. أوكي هيك منيح؟ منيح. يلا. نزيحة قد ما فينا نزيحة. بالي بالي. سو بس تقول لك شغلتين كتير مهمين، لأنه هيدي البلانت كتير بحبوها، ألوانها رائعة. وتقول بالأول قبل ما نحكي عن كيف نهتم فيها، هي بتنهدى للأم وللتيتا. هلأ أنا ما بعرف كيف بدنا نترجمها، بس هيك مرة اشتغلت على الترجمة، أنه بيعتبروا قد ما هي بتزهر وقد ما فيها بسموها مثل الحب اللامتناهي، يلي هو بالنسبة لهم بس الأم وبس التيتا فيهم يحبوا الحفيد والولد. يعني إذا حدا بده يهدي شيء لأمه ويعني بده هيك شيء له علاقة بالسامبول، أدمنا فيها زهور. وهي هيدا إذا بدك كشتلة، هي بار إكسلانس شتلة عيد الأم وبكتير من البلدان. سو هيدا الفكرة تبع الأورتاسيا. هلأ الأورتاسيا كمان بدنا نعرف شغلة، أنه بيشتروها هيك كتير حلوة بيكونوا مكيفين فيها، ولا سنة بترجع تزهر مثل هذا الشيء. بتغير لونها. مش بس بتغير لونها، ما بقى بتكون هالقد الزهور بكثرة موجودة وهيك. سو شو هن التبس اللي فينا نعطيهم ياهن للأورتاسيا؟ سو أول شيء تنقول شغلة مهمة كتير، أنه الأورتاسيا مثل مثلا الأزالي مثل الجاردينيا ما فيهم يتحملوا ينزرعوا بأرض حمراء. سو لازم دايما نزرعهم بتربة تورب أو تربة أسيد. يعني إذا واحد بيزرع بالجبل مثلاً والتراب تبعه يعني منا أسيد، أنت ما تعتلهم فيك، الأرض عندك أسيد تلشي حاله. سو لازم نكتر حواليها تورب. هيدي أول شغلة. الشغلة الثانية، الأورتاسيا بتحب أصلاً أكتر بلبنان الجبل من الساحل. سو هي بعكس الجاردينيا بهيدي الشغلة. بعدين إذا بدنا نزرعها بمطرح، نجرب نزرعها بمطرح بالأرض ما تكون فلسن، يعني مطرح ميقومبر مثل ما نقول، تمشي كتير منيح. هلأ شو الغلطة الكتير كبيرة اللي بتنعمل فيها؟ أكثر بيزرعوها على مداخل البيوت. مزبوط 100%. كرمال كمان هيدا الشيء، يعني ما بيكون في شمس توتال 100%. سو أنا هلأ شلت هيدا البلاستيك لنفرج التب كتير منيح عنا للأورتاسيا، يلي هو إذا بتطلع الأورتاسيا هلأ إذا بقربون عليها بتزهر على شيء هون أخضر. لما بتخلص هلا الزهره، اذا جينا نحن وشحلنا هون مطرح ما انا حاطط اصبعي، هيدي معناتها اخرنا الزهره سنتين لتزهر. سو الأورتاسيا بدنا نتعلم كيف نشحلها، بدنا ننزل نزور كتير. ما بعرف اذا الكاميرا رح تقدر تصور، رح زيحها هيك لنفرجي. بنشوف تحت في خشب مبينين. سو دائما اذا منتبه على الخشبه، اذا طلعت وحده خضراء وهيدي الخضره هي اللي بتزهر. سو بتزهر على خشب عمره سنه او سنتين. سو انا شو بنصح اللي عندهم أورتاسيا، انه او يعني بياخذوا هون عندنا كذا تيج، مثلا هيدي التيج من قصه على الاخضر هون، الثاني من ننزل على الخشب ومن قصه. بس ضروري التشحيل هلا هيدا لانه في منهم، يعني في منهم كثير بيكبروا تقول حرام ارجع قصهم. فاكيد اذا انت بدك أورتاسيا تزهر منيح وتكون بدك تشحلها. بس في مرة عم بقرأ كتاب بس عن تشحيل الأورتاسيا قد ما أنا صعبة. سو ببلشوا الكتاب بإنترودكشن مهضومة، بقول لك إذا ما بدك تاخد تشحيل الأورتاسيا جديا وقف هون وما تشحلها ولا سنة. إذا بدك قري، عم بحكيك جد، في 10 أوراق من بعدها. سو الأورتاسيا هي مثل أنا بشبهها للعريشة، يعني أو بتتعلم والكيوي أو بتتعلم على الأصول، بتجيب كتب على الإنترنت تتعلم كيف بتشحلها وبتعمل هيدا الشيء ليطلع لك زهرة كتير حلوة، أو ما تشحلها لأنه بتخربت لها السايكل. سو الغلطة اللي بيعملوها كتير من الأشخاص، أنه هلأ بتزهر بتروح الزهرة بقصه هون هيك. هيدا الغلطة كتير كبيرة، ما منقص ولا مرة من فوق، من آخر السنة، من آخر الزهور سنة أو سنتين ليزهروا. هلأ شغلة بعد، كيف منسقيها؟ سو كمان لأن لما تكون يعني هي الأورتاسيا جاية، على فكرة اسمها أورتاسيا عندها قصة طويلة عريضة لاسمها هيك. هي اسمها العلمي هيدرانجيا، وهيدرانجيا جاية من فيها يعني مثل كأنه هون هن مثل إذا بدنا نقول خزانات مي، فبتحب المي هيدا النبتة، وخاصة هي مزهرة.
فما لازم نعطشها، بس مش انه يعني نضلنا حاطينها بالمي، بس كثير ننتبه على انه على القليل نسقيها مره او مرتين تخطيص بالسنه هي ومزهره كثير، ما نحطها بالشمس لتضلها مزهره. واذا قطفنا الزهور فينا نيبسهم وتضل عنا، يعني واحد يكون عم بيهدي امه او سته او خالته نبته بتضاين من سنه لسنه، بس نفس الوقت فينا يقص الزهره ويعني نخليها تضاين. هلا شو بعد غلطه بتصير؟ تتكون هالقد مزهره حلوه بالمشاتل، وهيدي اللي حدها مستورده، سو بيكونوا عاملين لها فورساج، يعني جايبينها صغيره. هلا اذا بشيلها بتنصدموا تشوفوا قدامها عندها شلش، سو عامله هي ديزيكليبر بين فيها كثير زهور بس قليل شلش. فكتير مهم اول سنه واول ما تكون عمرها جديده هيدي الأورتاسيا نحن نشحلها دغري، او يعني انبسطت فيها الام او تيتا شهر شهرين خلصت الزهره، منشحلها بقوه كرمال نعمل اكيليبر يرجعوا يقوى الشلوش للسنه الجايه ترجع الزهره وتكون طالعه كمان الورد الأورتاسيا تبعها. سو هيدي كمان نبته لعيد الام. مارك بدنا نشكرك ونعطي موعد للناس مع كمان حلقه خاصه بعيد الام السبت، رح نحكي عن البوكي، بوكي الورد 100%، بوكي الورد وبوكي التوليب، يعني لما يجينا بوكي كيف نهتم فيه والمعاني تبعه. ممتاز، ناطرينك نهار السبت. نحن رح نحكي عن مبادره لها هيك طابع ثقافي وطني بتوب ستوريز بعد شوي، خليكم معنا.